المصدر المؤكد لعامله لا يجوز حذف العامل. ضرب زيد عمرا ضربا لا يجوز تحذف ضربا، لأن ضربا جاء بها لتأكيد وتقوية ضربا، فلا ينبغي حذف العامل. جاء المصدر لتوكيده وتقويته فلا يحذف العامل والحالة ما لا يجوز. أنا أقول وحذف عامل المؤكد انتهى. المصدر المؤكد، المصدر مر بنا أنه يؤكد عامله ويبين نوعه ويبين عدده. قال وفي سواه وهو المبين للعدد أو النوع لدليل متسع، إذا كان هناك دليل يجوز حذفه. كان تقول ما ضرب اللص، فيقال لك بلى ضربتين حذفت العامل، التقدير ضرب ضربتين. وكذلك تقول ما ضرب اللص، فيقال لك بلى ضربا شديدا، أي ضرب ضربا شديدا. إذن حذف عامل المفعول المطلق المبين للنوع والمبين للعدد. حسب حكم مع آتي المصدر الذي جاء به بدلا من فعله لا بد أن يحذف فعله، نحو ضربا زيدا فندبا زريق وندم له أندل أندل. ما دام المصدر جاء به بدلا من فعله لا يجمع بين البدل والمبدل. شيخ العامل فيه العامل أندل ندلا يصبح ندلا، ندلا زريق المال أي أندل، فندلا جاء بدلا من أندل، إذا لا يجوز أن يجمع بينهما. كذلك المصدر الذي جاء به لتفصيل عاقبة أمر قبله يجب حذف عامله، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. من هو فداء؟ جاءت لتفصيل عاقبة أمر قبلهما وهو شد الوثاق. مشكلة عندنا، أسرع عندنا هذا أمر، فإما منا بعد فإما أن تمنوا منا وإما أن تفدوا فداء. كذا مكرر وذو حصر ورق. كذلك حذف عامل المصدر المكرر، وعامل هو الحالة هذه مسند لاسم عين، خبر عن اسم عين، نحو زيد نوما نوما، التقدير زيد ينام ونوما، ناب التكرار عن العامل ولا يجمع بينهما. فإن لم تكرر ساغ المجيء بالعام وساغ تركه، تصدق زيد نوما أو زيد ينام نوما. واضح؟ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة، المصدر لا يخبر به عن الجثة، فحذف العامل جائز أو واجب، لأنه معروف أن نوما هذه ليست خبرا، لأن المصدر لا يخبر عن الجثة. وكذلك الحصر، تقول ما زيد إلا نوما، إنما زيد نوما، كل هذا يحذف فيه إلا يحذف فيه عامل المصدر. إنما زيد النوم إنما ينام نوما، وما زيد دانا ما زيد دانا. الحصر نابع عن العامل فوجب حذف العامل وهو خبر عن جثة. ومنهم ما يدعونه مؤكدا لنفسه عن غيره في المثل نحو له عليه. من العامل الواجب الحذف، من المصدر الواجب حذف عامله ما يسمى مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره. فالمبتدا فالأول نحو له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا، عرفا أكدت نفسها لأن الكلام قبلها نص في معناها لا يحتمل غير معناها. عندما قال له علي ألف يكفي هذا، عرفا أكدت نفسها لأن الكلام قبلها يساويها تماما. فالأصل أعترف عرفا، أعترف هذه واجبة الحذف. النوع الثاني أكد غيره وهو قوله والثاني كابني أنت حقا صرفا، أنت ابني تحتمل البنوة النسبية وتحتمل البنوة بنوة الشفقة وبنوة الإسلام وبنوة التعليم وتحتمل غير ذلك. فعندما قال حقا تعين أحد الاحتمالات، فالمصدر هنا أكد غيره لأن الكلام قبله يحتمل معاني عدة، فصار بذكره نصا في أحد هذه المعاني، تعين لأحد هذه المعاني، فنقول هذا المصدر وأكد غيره. وعلى كل حذف عامله واجب كالأولي، أنت بني حقا أي أحقه حقا. كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كذلك يحذف عامل المصدر الذي استكمل هذه الشروط، وهي أن يكون مصدرا تشبيهيا علاجيا مسبوقا بجملة فيها معناه وفيها فاعله غير صالح ما فيها العمل فيه. ذكر بعضها الشروط وبعضها حولك على المثال.
مثل لي بو كم بكاء ذات عضلة، لي بو كم بكاء أي أبكي بكاء. حذف العامل هنا واجب. فمثال ما ليس مصدرا تقول لزيد يد، يد الأسد يد ليست مصدرا، ارفعها بدل من الأولى. مرحبا. وكذلك إذا كان المصدر غير علاجي نحو لزيد علم، علم الحكماء، ليس علاجيا، لا حركة فيه. تشبيه مثل لزيد صوت، صوت حمار، تشبيه بعكس نحو صوت زيد صوت حمار، هذا خبر. تشبيه واضح، لزيد صوت، صوت حمار، ثبت صوته بصوت حمار، العامل محذوف والتقدير يصوت صوت حمار. لا بد أن تسبقه جملة، فلو قلت ضحك زيد ضحك الغافل لم تسبقه جملة، ضحك زيد هذا ليس جملة، فيها فاعله لزيد صوت، صوت حمار، زيد المذكور أولا هو فاعل يصوت التي عذبت، غير صالح ما فيها العمل فيه. لزيد صوت، صوت حمار، صوت الأول لا يصح أن يعمل، المصدر إذا لم ينحل عن أنو الفعل أو ما هو الفعل لا يعمل. يحبني شربك الماء أن تشرب، لا بد أن ينحل، سوف يأتيك بفعله المصدر في العمل مضافا أو مجردا أو مع إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، فإن لم يحل له أنو الفعل ولا ما لا يعمل. لكن إذا قلت لزيد صوت، صوت حمار، صوت الأولى لا تستطيع أن تجعل موضعها أن، لزيد أن يصوت صوت ما يقال. إذا ليس المصدر المتقدم صالحا للعمل في المصدر المتأخر الذي نصبناه وقدرنا أن عامله محذوف وجوبا، واضح؟ إذا هذه الشروط كلي بكا بكاء ذات عضلة، لي بكا مبتدا وخبر، وبكاء مفعول مطلق يجب حذف عامله وتقديره أبكي بكاء ذات عضلة. الله أعلم.